بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد قبلان، موقع التقني بالحدود. حاليا عندنا نظرة بسيطة للحاسب اللوحي ASUS ZenPad 8. طبعا هذا الحاسب يعتبر نسخة أخرى من الاسوس زينباد 7 اللي سوينا له نظرة مبسطة سابقا. الفرق بين الحاسبين هو من ناحية المواصفات وأيضا من ناحية التصميم. فبالنسبة للتصميم زي ما تلاحظين الحجم أو حجم الشاشة تحديدا يعتبر أكبر، فعندك هنا 8 إنش بعكس نسخة 7 فهي بحجم 7 إنش. لكن الشيء اللي عجبني من ناحية التصميم إنه مستغل المساحات بشكل كبير عشان يطلع الحاسب بأقل حجم ممكن. فزي ما تشوفين هنا البازلز أو حواف الشاشة صارت أصغر بكثير من الموجودة في نسخة 7 إنش. طبعا بالحديث ايضا عن مواد التصنيع فهي نفسها من البلاستيك، لكن تحسها افخم وافضل من نسخة السبن انش. حتى من ناحية التصميم تلاحظون في فرق، وكذلك من ناحية الالوان اعطت طابع اكثر فخامة من نسخة السبن انش. طبعا بالحديث عن المواصفات، المواصفات سالفتها طويلة. يعني عندك نسخة 8 انش فيها نسختين تختلف بشكل كبير من ناحية المواصفات. في البداية عندنا نسختين تختلف في السعة التخزينية، عندك هنا نسخة 16 جيجا بايت وهنا نسخة 8 جيجا بايت. طبعا نسخة 8 جيجا بايت ما تختلف بس في السعة التخزينية، يعني تختلف في الرام، هنا 1 جيجا بايت وهنا 2 جيجا بايت. تختلف في الكاميرا الخلفية، الكاميرا هنا 5 ميجا بكسل وهنا 8 ميجا بكسل. ايضا تختلف المعالج، المعالج هنا هو سناب دراجون 410 رباعي الانوية، بينما هنا المعالج هو سناب دراجون 615 8 الانوية وبتقنية ال 64 بت. طبعا عدا ذلك ما في اي فرق، يعني عندك هنا النظام هو اللولي بوب او اندرويد 5.0. ايضا الشاشة بحجم 8 انش زي ما ذكرت لكم، الشاشة هنا نفس نسخة 7 انش فهي بتقنية الاي بي اس، لكن زاد الدقة شوي من 600 الى 800 بكسل، تحديدا 800 في 1280 بكسل. هذا الشيء اعلى من الاتش دي بشوي، لكن كنت اتمنى انه يكون افضل. مع ذلك يعتبر شيء جدا ممتاز بالنسبة لحاسب ميد رينج او متوسط المواصفات. طبعا بالحديث عن الكفر، الكفر هنا مو بمجرد كفر تحطه على الحاسب وخلاص يحميه او يعطي منظر جمالي، لا، عندك الفائدة الكبيرة من هذا الكفر انه حيعطيك سبيكر موجودة هنا زي ما تشايفين، سبيكر من شركة دي تي اس، وهذا سبيكر راح يعطي جودة افضل بكثير من الميكروفون الخاص من السبيكر الخاص بهذا الحاسب. فحاليا بجربكم السبيكر الخاص بالكفر. الجهة السفلية المايكرو يو اس بي، الجهة العليا منفذ صوت 3.5 ملم ومنفذ مغلق للتحكم ب. نقارنه مع الحاسب اللوحي اللي موجود هنا واللي بدون كفر، طبعا في هنا له كفر خاص لكن ما حطيناه، راح نقارن بين الميكروفون الخاص بهذا الحاسب اللوحي مقارنة بالميكروفون الخاص بالكفر. حاليا خلينا نجرب. موقع التقنية بالحدود. اليوم عندنا استعراض للهاتف محمول موتو اكس ستايل او بيور اديشن، يعني زي ما النسخة العالمية هي راح تكون بيور اديشن، الاكس ستايل راح تساعد بشكل كبير السوق الامريكي. ما في فرق ابدا من ناحية المواصفات ولا حتى من ناحية التصميم. الشيء اللي يميز هذا الهاتف انه راح يكون بسعر 400 دولار امريكي، وهو سعر جدا منافس لعدد من الهواتف الاخرى. الشريحة من نوع النانو سيم او الذاكرة الخارجية في حال 16 ما كفتك انه بامكانك ترفع السعر الى 128 جيجا بايت. الجهة اليسرى ما راح تلاحظ فيها اي شيء نهائيا. الجهة الخلفية راح تلاحظ منطقة الكاميرا تأتي من مادة المعدن، والكاميرا الخلفية تحمل مستشعر جديد مقدم من قبل شركة سوق. زي ما انت سمعتوا الفرق واضح جدا بين الكفر، السبيكر الخاص بالكفر، وايضا السبيكر الخاص بهذا الحاسب اللوحي. طبعا المشكله اللي شفناه في هذا الكفر انه ثقيل الحجم، بما انه يحتوي على سبيكر فهذا راح يخليه نوعا ما ثقيل الحجم وراح ثقيل الوزن، وراح يخليه مسكه الحاسب مع الكفر شوي مزعجه. طبعا للاسف ما في معلومات عن الاسعار، لكن راح نوفيكم فيها اذا حصلنا عليها من ناحيه في التعليقات.
عموما كذا نكون انتهينا، كان معكم محمد قبلها موقع التقني بلا حدود، اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.